يا الله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، ليلا مع نهارا من العام بقاتلها، بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اللهم إني نويت أن نصلي على محمد وآل محمد، أنا وكل الأخوة والأخوات المشتركين معي وكل من شاهدني، نوينا أن نصلي على محمد 1005 مرات، ونهدي ثوابها إلى بنت رسول الله مولاتي فاطمة الزهراء، ونقول لبنت رسول الله: يا سيدتي يا مولاتي نسألك الدعاء. أطلب من كل الأخوة والأخوات وكل من يشاهدني اليوم بالذات يصلي على محمد وآل محمد 1005 مرات، يهديها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ورم ما يفطر ويكمل تكمل صلاة المغرب والعشاء يعلق شمعة المولاة الزهراء ويطلب النية. والله وبالله وتالله كل الأمور اللي طلبوها بإذن الله تعالى تكون ميسرة ومسهلة إن شاء الله. ما مشي، لا تنسوا الوالدين. خالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.